السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. آخر مرة ختمنا الدرس بتاعنا بفكرة الكي فولد، إزاي إن يكون عندك داتا فتبدأ تلف عليها عدد من الإتريشن برقم كي، وفي كل مرة بتاخد جزء كتست والباقي كترين وتبدأ تطلع الإيه الأوتبوت بتاعك. وكنا اتكلمنا قبلها عن كونسيبت تاني وهو الكافرج، إن أنت بتقول والله لو الداتا بتاعتك كلها مثلا فيها مثلا 70% من كلاس معين و30% من كلاس معين، يبقى خليك راعي برضو انه في ترين يحصل نفس التوزيعة، في الديف كذلك، في التيست كذلك. فانا عندي هنا في الكي فولد في كل مرة بقطع الداتا كده، مثلا قطعتها 3 اقسام وبمشي على كل قسم في كل كي، ايه اللي يقول لي ان انا برضو في كل قسم من الثلاثة، القسم ده مثلا والقسم ده وكذلك القسم ده، ان يكون فيهم نفس التوزيع، يعني نفس توزيع الكلاسات هنا هي نفس توزيع الكلاسات هنا هي نفس توزيع الكلاسات هنا. فده اسمه الستراتيفايد كي فولد، كي فولد كروس فاليديشن. عشان اتاكد برضو وانا بقطع، والا بقى انا بقطع عشوائي، يعني بقى ايه اقطعها عشوائي وكل قسم بقى ياخد توزيعه ايه براحته، وده طبعا ايه مش مفضل. يعني خليني بس النهارده اتكلم عن اول استخدام لينا للسايكت ليرن. السايكت ليرن ده الويب سايت بتاعها، لو دخلت على انستول بتاعها، ده يعني من اشهر مكتبات الماشين ليرنينج في البايثون، ان لم تكن اشهرها يعني، وهو بروجكت ضخم جدا. ممكن تدخل على البيج بتاعه جيت هاب، ما شاء الله لحد دلوقتي معدل 31,000 ستار، دي حاجه عاليه جدا. الساكت ليرن ببساطه الانستوليشن بتاعه بشكل بسيط، هتروح على تعمل اكتيفيت للانفايرمنت بتاعتك، وبالبيب تعمل بيب انستول داش يو هي ابديت ساكت ليرن، او كوندا انستول ساكت ليرن. طبعا يفضل انك تستخدم كوندا لو انت عاملها انستوليشن، كوندا انستول ساكت ليرن. فده بس الانستوليشن بتاع الساكت ليرن، اتاكد انك عامل له انستوليشن عشان بعد كده هنستخدم الساكت ليرن في حاجات تانية. نرجع على الكود بتاعنا، دي لازلنا في البروبلم بتاعت الكاليفورنيا هاوسنج برايسز، و بنعمل عملنا انستوليشن يعني امبورت لكذا لايبرري، وبدأنا ان احنا نشتغل، وده طبعا ده احنا مشينا فيه خلال الدروس اللي فاتت. في درس فات قبل كده اتكلمنا عن حاجة اسمها ريجريشن تو كلاسيفيكيشن، لو فاكرين الدرس ده هنرجع عليه ببساطة جدا. قلنا ان البروبلم بتاعتنا كانت عبارة عن ريجريشن، ريجريشن يعني اوتبوت ارقام، بينما الكلاسيفيكيشن هو الاوتبوت عباره عن مجموعه كلاسز، عدد محدد من الكلاسز، وكل ريكورد في النهايه هو الكلاس 1، كلاس 2، كلاس 3، 4، 5 وما الى ذلك، او حتى كلاس اسامي نومينال، يعني اسامي يس ونو، زي مثلا كانت البروبلم بتاعت السرطان بتاعتنا من شويه، الكانسر بتاعنا. فقلنا ان احنا ممكن نحول المشكله بتاعتنا من ريجريشن ان هي تكون عباره عن فاليوز زي اسعار البيوت في الحاله دي، ليه كلاسز نحدد اسعار البيوت، ان كل سعر ما بين كذا وكذا ياخد كلاس معين. وراجع الدرس بتاعنا اللي فات، عملنا الخطوه دي، عملنا الفانكشن دي، وعملنا الخطوه دي ان احنا حولنا الميديان هاوس من هي فاليو ارقام لكلاسز تبقى كلاسز. فبدل ما اقول والله البتاعه دي ب 10 جنيه، اقول لا دي كلاس رقم 1، والبتاعه دي ب 1000 جنيه دي كلاس رقم 3 وهكذا، وعملتها شويه فئات. طيب انا هقول لك ليه. انت لو من شويه لما اتكلمنا على البروبلم بتاعتنا دي، وقلنا ان احنا محتاجين ان احنا يكون عندنا نفس الديستريبيوشن موجود في الكلاس، فلما بيجي نقطع الجزء بتاعنا لو هنستخدم الكي فولد، عايزين نفس الكافرج، نفس الديستريبيوشن كلهم متساويين الى حد كبير ما بين الثلاث اقسام، يبقى لازم نعمل حاجه اسمها ستراتيفايد. وستراتيفايد ما بتنفعش تحصل غير على الكلاسز، ما بتنفعش تحصل على الريجريشن. لذلك احنا لو بصينا على والسايكت ليرن بيساعدنا في حاجه زي دي في الكي فولد، فلذلك فاحنا لو بصينا على السايكت لير هنلاقيه بيقدم لنا نمطين، حاجه اسمها كي فولد اللي هو هقطع لك مثلا البتاعه دي مثلا بتاعتك 5 اقسام 10 اقسام زي ما تقول لي، بس الدنيا عشوائيه شويه، مفيش عندي ايه يعني ضمان كبير ان الديستريبيوشن ما بين الاقسام يكون واحد. وعندي نكهه تانية، فليفر تاني اسمه ستراتيفايد كي فولد. الستراتيفايد ده بيقول لك وانا بقطع
احاول احافظ على الديستريبيوشن واحد في كل قسم. لو هقطع لك 5 اقسام يبقى في كل قسم من الخمسه الديستريبيوشن ما بين كلاسز ايه واحد. لذلك الاستراتيفايد محتاجه ان هي ايه كلاسز. حتى هو بيقول لك ايه باي بريزيرفينج ذا برسنتج اوف سامبلز فور ايتش كلاس. هو بيحدد لك ان انت لازم تكون المشكله بتاعتك ايه فيها كلاسز. فانت لو بتشتغل على مشكله زي الكاليفورنيا هاوسنج برايسز والاوتبوت بتاعك هو عباره عن ارقام فهي ريجريشن بروبلم، راجع درس الريجريشن تو كلاسز عشان تحول الريجريشن لكلاسز. خلاص، فاحنا هنعتبر ان انت رجعت الدرس ده واشتغلت عليه. اوكي، فاحنا دلوقتي عندنا تو كولومز في الداتا، واحد اسمه ميديان هاوس كلاس ده بيقسم الداتا لكلاسز، واحد اسمه ميديان هاوس فاليو ده بيقسم الدنيا الارقام ريجريشن. اوكي، هما دول التو كولومز بتاعنا. وبقيه الكولومز، بقيه الكولومز دي ايه الفيتشرز بقى الداتا اللي انا بلمها عن كل ايه منطقه وبيت والكلام ده. فتعالى هنبدا نتكلم على الايه الكيفولد. اول حاجه محتاجين لو هنستخدم الاستراتيفايد كيفولد الاثنين نفس الطريقه بس في المسميات. هنبدا نيمبورت، خلاص عملنا انستريشن للسايكت ليرن. اوكي، هنعمل امبورت للسطر ده، فهنيجي فوق في خانه السيل بتاعت الامبورت وهنعمل امبورت للسطر ده اللي هو ببساطه جدا بقول له فروم سكيلرن دوت موديل سيلكشن امبورت ستراتيفايد كيفولد. اول حاجه بعرف ستراتيفايد كي فولد اوبجكت وبقول له نمبر اوف سبليتس ايكوال، انا عايز اقسم الداتا بتاعتي لكام قسم، ونفترض مثلا لايه ل10 اقسام لخمس اقسام براحتك. فانا قلت له ايه لخمس اقسام. طيب يبقى ده الايه ده الستراتيفايد كي فولد. طيب فين بقى الداتا اللي الاس كي اف بقى اللي هو ستراتيفايد كي فولد هيمسكها ويقطعها؟ لحد دلوقتي مش موجوده معانا. ليه لحد دلوقتي مش موجوده معانا؟ ما احنا معانا داتا كده. احنا معانا داتا سمك لبن تمر هندي، داتا كده، داتا فريم فيها الفيتشرز وفيها الاوتبوت وفيها كل حاجه. فلازم ابدا اقطع اشيل الاوتبوت على جنب. مش انا عندي يعني ايه اوتبوت؟ يعني انا عندي الداتا هي عباره عن شويه فيتشرز عن كل منطقه سكنيه وفي النهايه سعر المتوسط الاسعار في المنطقه دي اللي هو الميديان هاوس فاليو او الميديان هاوس كلاس اللي احنا عملناهم لسه من شويه. فده الميدن هاوس فاليو هو ده الاوتبوت هنقول عليه الواي، وبقيه البيانات دي اللي هي الفيتشرز هنقول عليها اكس. طيب يبقى تعالى كده نبدا نقسم ايه الداتا بتاعتنا. طيب فدلوقتي عايزين نمسك الداتا بتاعتنا. اولا انت لازم تفصل الداتا بتاعتك لاوتبوت وانبوت. الاوتبوت هو القيمه النهائيه اللي المفروض اصلا انت بتتوقعها، يعني مثلا في التجربه بتاعتنا دي كاليفورنيا هاوسنج فرايز انا عاوز اتوقع قيمه الداتا، فاكيد الكولوم اللي انا عايز اتوقعه هو الميديان هاوس فاليو. وكمان برضو ان احنا عشان حولنا من ريجريشن تو كلاسيفيكيشن فكمان عاوزين مين الميديان هاوس كلاس. فدول الاوتبوت عاوزين نختار ما بين دول. دلوقتي احنا هنلعب ستراتيفايد، قلنا ستراتيفايد ولازم كلاسيفيكيشن، يبقى هنختار الميديان هاوس ايه كلاس. فهقول داتا اوف واي هي عباره عن الداتا فريم بس فيها مين الميديان هاوس كلاس. الاكس بقى بقيه الانبوت بس متشال منهم مين؟ متشال منهم اكيد الميديان هاوس كلاس والميديان هاوس فاليو. ازاي اعمل كده؟ هقول له داتا اوف اكس داتا فريم بس اعمل دروب. يعني لو خد داتا فريم كلها بما فيها الميديان هاوس كلاس والميديان هاوس فاليو كده انا بوظت الداتا خالص وكل سنه وانت طيب. طيب فهعمل دوت دروب، هات الداتا فريم كلها بس لو سمحت دروب منها الحاجات اللي ملهاش لازمه، يعني ميديان هاوس كلاس والميديان هاوس فاليو. ومثلا لو عندك مثلا كولوم مثلا هو بيعبرش عن فيتشر، كولوم مثلا فيه رقم اسم المدينه ما مش فيتشر شيله، رقم بيعبر عن شويه ايديهات ملهاش معنى شيله. اي فيتشر انت شايف ان هي ملهاش اي معنى في التريننج الكمبيوتر مش هيتعلم منها حاجه شيلها في مرحله الدروبنج. وطبعا ما تنساش تقول له اكس اكس ايكوال 1 ان انا بشيل على مستوى الكولومز، فايه بنحط الاكسس بون. طيب نفذنا، تعال بس نشوف
احنا الداتا دلوقتي عندها حجمها كام، فاقول له الداتا اوف اكس دوت شيب اوف زيرو. فقال والله عندي 20640 ايه سامبل جاهزين، دول كل الداتا. نبدأ نقطع يا معلم، تعال نبدأ نقطع. عرفنا الاس كي اف وقلنا له سمحت كون لنا موديل النمبر اوف سبليت ايكوال 5، كل هتقطع البتاع الخمس ايه قطع. حاجه اقول ايه، حاجه اقول اس كي اف الموديل الاوبجكت بتاعي ده دوت سبليت قطع. هتقطع مين؟ قالك هو بيقطع بياخد منك حاجتين، بياخد منك الاكس والواي، الانبوت والاوتبوت بتوع الداتا بتاعتك. الانبوت احنا خدناه في مين؟ في داتا اوف اكس، حلو، والاوتبوت خزنا في داتا اوف واي. جميل جدا. يبقى هيمسكهم يقطعهم لخمس قطع، هيمشي خمسة اتريشن كل مرة يقطع خمس ايه قطع. مش احنا قلنا ان احنا عندنا بنمشي مثلا تلاتة اتريشن او خمسة اتريشن؟ في الاتريشن الاولاني بناخد جزء التست والباقي ترين، الاتريشن التاني بناخد جزء التاني هو التست والباقي ترين، وهكذا. يبقى هو بيمشي خمس مرات، يعني بعدد النمبر اوف سبليتس او 10 مرات حسب ما انت معدد له، بيمشي يعني كده فور لوب، يبقى فيه فور هنا. طيب في كل مره بيقطع بيرجع لي الجزء اللي هو اختاره لي ان هو يكون تيست، والجزء اللي هو اختاره ان هو يكون ترين، هي بقيه بقى الايه بقيه الاقسام. فهو بيرجع لي اتنين فاريبلز او اتنين ليست، بامانه ليست فيها فين الحاجات اللي فين السامبلز اللي هياخدهم تيست، وليست تانية فين الحاجات اللي هياخدها ترين. فانا هروح اعمل ايه، هقول في حاجه اسمها ترين اندكس و تيست اندكس، دول اتنين فاريبل انا معرفهم ان كذا. يبقى فور امشي على السبليت وانت واخد الاكس والواي بتوعك، في كل مره هترجع لي الترين اندكس فين الحاجات اللي اخدها ترين، وتيست اندكس فين الحاجات اللي اخدها اندكس ان الاس كي. طيب سواء الترين او سواء التيست، كل واحد فيه ليه اكس وواي، ليه انبوتس وليه اوتبوتس، فيتشرز واوتبوتس. يبقى نعمل ايه؟ هنعرف اربعه فاريبلز، واحد اسمه مثلا داتا اوف ترين اوف اكس، وفي داتا اوف ترين اوف ايه اوف واي، ماشي، وداتا اوف تيست بقى اوف اكس، وداتا اوف تيست اوف واي. طيب تعال نمسك ده، داتا اوف ترين اوف اكس، اولا اكس يبقى بص على الداتا اللي هي اصلا اكس اللي هو واخدها هنا اللي هي داتا اوف اكس، يبقى داتا اوف اكس. ولاننا احنا بنشتغل بانداز بنشتغل على داتا فريم، ممكن تقول له اي لوكيشن هات لي حاجات معينه. ايه بقى الحاجات المعينه في وجهه نظرك؟ بص كده في الفور لوب كده وفكر، هي مين؟ هي اماكن الترين، الترين اندكس. فبقول له هات الداتا، هات الداتا اكس اهي بتاعتك، بس مش كل حاجة، روح على الاي لوكيشن على لوكيشنز معينة اللي هي الترين اندكس. طب داتا اوف ترين اوف واي، فين الواي بتاعتي اللي هي داتا اوف واي اصلا؟ دوت اي لوكيشن، بس روح على مين؟ على الترين اندكس، هات لي برضه الترين اندكس بس المرة دي عديتها واي. طب التست نفس الكلام، روح على الداتا اوف اكس اي لوكيشن، بس المرة دي الاندكس بتاع مين؟ الاندكس بتاع التست. طب داتا اوف واي، هنا بقى الداتا اوف تيست اوف واي، روح على الواي هات اللوكيشن بس المره دي بتاع مين؟ بتاع التست اندكس. اوكي، يبقى فهمنا الفكره. الفكره ببساطه جدا، هيلف على هيقسم الداتا، الداتا اكس والداتا واي، خد الاكس والواي انا قطعتهم له في الاول، عمل عليهم سبليتنج، في كل مره بيرجع لي فين اماكن اللي اخده من الترين واماكن اللي اخده من التست. ورحت انا معرف اربعه فاريبل، داتا ترين اكس داتا ترين واي، يبقى دول خاصين بالترين، وداتا تيست اكس داتا تيست واي، دول خاصين بالتست. و جيت بقى من الداتا اكس والداتا واي والاي واستخدام الاي لوكيشن، بديه بس مكان لترين اندكس والتست اندكس اللي هما مديهم لي عشان ايه اخزنهم. تعال نتأكد من ذلك، تعال نعمل ايه، تعال نطبع في كل مرة في كل فور لوب برنت يا معلم مثلا
داتا اللي دوت شيب داتا اوف تيست اوف اكس حجم التيست، فاقول له الشيب اوف زيرو هما كام، ايه كام سامبل، واطبع بعدها مثلا ممكن باك سلاش ان كده، مثلا باك سلاش ان سطر كده عشان اميز ان انا عديت من لوب على لوب. تعال ننفذ. بص هو في كل مره بطبع انا خدت كام في التيست، وبعدين ايه يطبع ايه العلامه دي. فمره بقول لي خدت 4130 وبعدين 4128 4128 وفي 4126. في كل مره كان بيقطع ماشي، في كل مره كان بيقطع شايفين، يعني لو قلنا مثلا ان الكيب 3 فالفور لوب دي هتمشي 3 مرات اوكي. في كل مره كان بيختار فين التيست تكون وفين الترين الاماكن التانية دي، فيجيب لي الاندكس بتاع التيست فين من الداتا بتاعتي الاصليه كلها، فين الاماكن اللي اخدها كتيست وفين الاماكن اللي اخدها ايه كترين. فروحت انا خزنت التيست في اللي هو الداتا تيست اكس والداتا تيست واي، وخزنت الترين كذلك في الداتا ترين اكس والداتا ترين واي. وفي كل مره طبعت حجم التيست كام، فهتلاحظ بص ان احجام التيست قريبه جدا من بعض، 4130 و4126 مش فرق جامد، فواضح ان هو مقطع صح الايه الجزء. وانا اصلا الداتا عندي كانت 20000 وحاجه كده، فلما اقطعها على خمسه فاه بايه هيجيب في كل تيست مثلا 4000 وحاجه ماشي. فالدنيا ايه، طب تعالى ايه نستغل البانداز ونعمل ايه، طب نشوف توزيعه الكلاسز في كل تيست هل هي واضحه ولا لا، يعني استفدنا من كلمه ستراتيفايد دي ولا ما استفدناش. يعني في كل مره في الفور لوب مش انا طبعت الشيب بتاع الداتا اكس، ممكن اطبع كمان ايه برنت data of test of x dot value counts. value counts ايه؟ هتجيب لي كل قيمه في الداتا اوف تيست اوف سوري اوف واي بقى ماشي، اوف واي انا عاوز الاوتبوت. الاوتبوت ده كلاسز مثلا، هما خمسه كلاسز، هجيب لي كل كلاس ومتكرر كام مره. طيب فاول مره بقول انت عندك 4130، تعال مثلا نشوف كلاس 4. كلاس 4 متكرر 1658 مره، وكلاس 2 مثلا 419. تعال قارنه باللي بعده، كلاس 4 متكرر 1658 برضه، وكلاس 2 متكرر 419 جميل برضه 1658 419 وهكذا. ممكن تلاقي بس اختلاف 1657 في اخر فولد وكلاس 2 ايه 419. فهنا ايه هنا الدنيا وضحت. في برضه عشان احافظ ان انا لو عدت التجربه دي تاني نفس التقطيع يحصل بنفس الشكل، اروح عامل ايه حاجه اسمها راندوم ستيت ايكوال واحط رقم ثابت كده مثلا 101، فكده ايه احافظ ان التقطيعه تكون واحده في كل مره هرن فيها الايه الاكسبيرمنت، لان ممكن يكون في اختلافات ما بين كل مره بيحاول يقطع الدنيا عنده ممكن تكون فيها شويه عشوائيه. فبراندوم ستيت واحط رقم ثابت كده كده اضمن ان ايه التقطيعه تكون واحده دايما. يبقى هنا انا قدرت امشي الاستراتيفايد كي فولد واقطع في كل مره وكل ترين. اللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان انا هنا هروح ابيلد الالجوريزم ماشي باستخدام الداتا ترين اكس والداتا ترين واي، وبعدين اتست الالجوريزم واطلع القيم باستخدام الداتا تيست اكس والداتا تيست واي. يعني هنا هبلد الالجوريزم بمين؟ بالاكس والواي بتوع الترين، سهله. بينما هنا هتست الالجوريزم بمين؟ بعد ما اخلص اطلع موديل هتسته بايه؟ بالداتا تيست اكس والداتا تيست واي، واخزن السكور واطبعه واقول والله في الفولد الاولى انا طلعت ايه، هقول مثلا كالكوليت الاكيورسي ماشي، اقول والله في الاكيورسي في التست الاولى طلعت اكيورسي بكذا، في الفولد الثانيه طلعت بكذا، في الفولد الثالث طلعت بكذا وهكذا. طيب هل ممكن نستخدم السيستم بتاعي ده في ان انا اصلا اجنريت ترين داتا وتست داتا من الـ من الـ من الكيس بتاعتي؟ ممكن ببساطه جدا ان انا اديت ترين اكس واديت ترين ان انا يعني اشغل الفولد دي لدوره واحده، يعني حذف ده بقول بريك، يعني هي دي هتشتغل بس الفولد واحد واقول بريك وخلاص، بعد كده اسيف التست
اكس وواي دول عندي على جنب، والترين اكس وواي كده على عندي على جنب. كده انا فصلت الداتا طبعا، عشان انا 5 نمبر اوف ست ب 5، يبقى اقسم 20% 20% وهكذا يعني. فكده انا قسمت الداتا عندي ل 20% تيست و80% لايه ترين، وخلاص يعني. لو مشيتها دوره واحده وسيفت خلاص الاوتبوت ده عندي على جنب، كده انا قدرت اقسم الداتا الكليه عندي لترين وايه وتست، وده اللي احنا هنحاول نعمله المره الجايه. طبعا لو انت الداتا بتاعتك مش يعني كلاسز خلاص وهتشتغلها على الريجريشن، فبقى الكفرج مش مهم عندك بقى، وعادي بقى يتقسم زي ما يتقسم ربنا معاه. خلاص هتشيل كلمه سيرتيفايد دي، سوري كي فولد، يعني هتستخدم الكي فولد اللي هي الكي فولد العاديه بقى مش سيرتيفايد. فاول حاجه هتمبورت الفروم اس كي ام موديل سيلكشن، امبورت كي فولد، وتستخدم الكي فولد، وهي هي نفس الايه الفكره. هو مديك حاجه اسمها شافل ايكوال فولس او ترو، ممكن تستخدمها عشان تعمل شافلنج للايه للداتا، بس نفس الكونسبت بالظبط. يعني بدل ما تستخدم سيرتيفايد كي فولد هتستخدم الايه الكي فولد. يبقى دي فكره مين؟ فكره الكي فولد كروس فاليديشن. في المرات الجايه هنستخدمه اكتر واحنا بنبني في الداتا بقى في الموديل، وبنطلع اكيوريسي وما الى ذلك. بس اتمنى ان تكون فهمته. فانت لو فهمته المره دي بنسبه 80%، اكيد ان شاء الله مع التطبيق كمان مع الالجوريزم والفاليديشن هتفهمه بنسبه اكبر. اتمنى اكون ما طولتش عليكم. نعم انا طولت عليكم، بس اتمنى ان تكونوا ايه فهمتوا الكونسبت ده كويس. يا ريت تطبقوا الدروس بايديكم، يا ريت تراجعوا الحاجات اللي فاتت، لان احنا بقى هندخل من المره الجايه في ازاي اقيس اكيورسي وازاي ابني موديل، فيعني هندخل في كلام جد شويه. اتمنى ان شاء الله تكونوا متابعين معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.